يلا مشينا الكرام، رانا رجعنا لكم. بالنسبه للوصفه رقم واحد كانت عباره عن هذيك الصينيه تاع البطاطا والدجاج، بزاف بنينه ليكيب، لازم قاعد تجربوها. ومريم واش جبتي لنا اليوم؟ سليمان جبت لهم واحد الكارتو تراديسيونيل عصيمي جزائري معروف اللي هو بوصوله تمسو، ولكن احنا جبته لكم بطريقه جديده. تبعوا معايا الوصفه مشاهدينا الكرام، راح نلعبوا خفيف ظريف هكا باش نكملوا مباشره ونوريكم كيفاش نسكروا الكارتو ديالنا. بالنسبه للمقادير واش عندنا؟ عندي 250 غرام تاع المارغارين. عطي لا مارين سليمان فضلك. لا مارين هذيك حطيهم في زوج قدام. فوالا عندي 250 غرام تاع المارغارين. شوفوا حنحط كل شيء هنا، اللي ما عندهاش البيتخا تقدر تستعمل في يدها. عندي هنايا نص باكي تاع فلون فاني، هنا انا حنديرها بذوق الليمون، انا ما لقيتش فلون فاني، حبيتي سيدتي ديري سيترون ديري تاع سيترون، راح يجي بزاف رائع لو كاتو ديالك. لكن استعملت انا فلون فاني وراح ندير هنايا مبشور الليمون. عندي كذلك لافاني من منتوجات المرجان، فوالا بهذا الشكل. راح نضيف كذلك 4 صفار البيض، 4 صفار البيض. البياض سيداتي راح نستعملوه لوصفات اخرى. عندي هنا البيضه رقم واحد. سيداتو لي بياض. نو عندنا لي كاتو قادرين يديروا وصفه لاميرينغ. قادرين يديروا وصفه لاميرينغ بيهم، يعني نختموا بها بالنسبه للاطفال تاعنا، حتجي رائعه. ولا يديروا ان فاشخان ولا ان ديسير. فوالا. عندي حبة رقم 3 وصفر الحبة رقم 2. فوالا، إذا البياض تاعي راح نفيلميه ونحطه في فريجيدا. إذا يلا مشاهدنا الكرام ركزوا معنا مليح، بالك السؤال حيكون دوكا أكيد، ونخليوه على كيما تحبي. نديرو هنا مبشور ليمون، أنا كنت خدمت ديجا من قبل به. ديروا كمية معتبرة تاع القارص، لأنو الكاطو تاعنا مشاهدينا يحب القارص بزاف. حاشاك سليمان، شكرا. فوالا، الرائحة راهي ما شاء الله بهذا الشكل. مكونات جبنا من بزاف وي بيان سور. عندنا 250 غرام تاع المارغارين، نص باكي تاع فلون فاني، عندي هنا مبشور نص حبه تاع القارص، وربع صفار البيض، قرصه ملح. دوك نديروها ونستعملوا هنايا نص كاس تاع السكر ناعم من منتوجات مهدي. هنايا واش درت؟ نديروا صافي انا بقى ما عادل لي، يعني عادل لي ثلث مغارف. علاش حنا نستعملوا غير ثلاثه؟ باسكو عندي ديجا الفلون زوج ثلاثة، الفلون ديجا فيه السكر، الوغ ما نكسروش بزاف. هنا عندي 4 ملاعق كبار تاع المايزينا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. فوالا، هنا برك ما نعمروش مليح هذوك الملاعق تاعنا، الأخرى ما عمرتهاش مليح. فوالا، بهذا الشكل. يلا تفضلي. طلعهم فوق الباتور في فيت في. هنا سيداتي استعملي الباتور في الصغير في الدار، ما عندكش الجفنه وعلى يدك وتبداي تحكي في هذيك المارغارين تاعك. خميره كيميائيه ما ديريش. في الاخر سليمه تبداي تحكي في هذيك الزبده تاعك مع السكر والبيض حتى تولي لنا كيما لا بوماد. ما حبيتيش تخدمي بيدك سيداتي، عندك الباتور هذاك الصغير ولا لو بيتران تاعنا. الو 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 السلام عليكم. الحمد لله. معليش نسمع فيها المكالمه انقطعت. يلا مشاهدينا الكرام عاودي اتصلي بنا من فضلك سيدتي باش تكون عندنا حظ باش نتكلموا معك، باش تشاركينا في الوصفه تاع اليوم، زائد تشاركي في الطنبوله تاع ماكستور للحلقه الاخيره كما يقولوا. يسمى التراج التالي راح يكون باذن الله بعد غدا، غدا الجمعه باذن الله. يوم السبت راح يكون اخر يوم بالنسبه لمسابقه ماكستور. الف مبروك للفائزين اللي كانوا ربحوا معنا في الايام الماضيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اخت ساميه مرحبا بك. الله يسلمك خويا.
خاكم. لا احنا مانيش نسمع فيك مدام ساميه، من فضلك نقصي جهاز التلفزيون سمعيني من الهاتف. انا بعيد عليه والله، راني بعيد عليه. صافا مدام لاباس؟ حبيت نشارك في المسابقه. واش راكي لاباس؟ واش راكي دايره فيها؟ واش كاش حلويات كاش؟ والله الحمد لله. وراكي تشوفي في الوصفه اللي دير فيها مريم؟ شفت نص منها وبعثت عليه. معليش معليش. يلا مدام من فضلك قولي لي مبارك، ما هما المكونات اللي كنت درتهم ولا التوابل اللي درتهم في الصلصه نتاعي اللي درتها في الصينيه هذيك تاع الدجاج؟ التوابل شفت منها نص بعد انقطعت، شفت كي درت فيها الزيت درت الزيت. عاودي مدام والله ما نسمع فيك مليح. درت الزيت سنيوة الصينية هذيك درت فيها الزيت. درت الزيت؟ فيها بصل. الو؟ زيدي؟ تفضلي طماطيش. أنا نسمعوا فيك. ثوم، بطاطا، درت غندوز عطرة. خلي تفضلي تفضلي سيدتي. هذو هما؟ هادو هما تقريبا سيدتي. نشكرك على الإجابة، اقعدي معنا يعني خصك انجريديون واحد بصح ما نخليوكش تروحي معليش نعاونوها سيما ولا لا؟ بيانسر. إذا اقعدي معنا ندو الاسم واللقب ورقم الهاتف، ولكن في المرة المقبلة لازم تتبعي الوصفة سيداتي. أنا قلت لك شكرا. شكرا شكرا وصحة فطورك. يلا مشاهدينا، أنا في الوصفة تاعي واش ضفت هنا بعد ما خلطت جميع المكونات تاعي، الزبدة، السكر، الجون دوف، مبشور الليمون، لافاني، ودرت سكر ناعم مع المايزينا. استعملت هنايا باكي تاع نواد كوكو من منتوجات مهدي، ونص باكي تاع لالي فيغ شيميك من منتوجات المرجان. اذا استعملنا نص باكي. هنا بوصولات مسو تاعي ما يحبسش كميه كبيره تاع لالي فيغ شيميك، يجي نحنا جوست باش نخففوا هذا ما كان. فوالا نحركوا هذو المكونات كامل مع بعض بهذا الشكل. دوكا انا هنا نستعمل يدي باش نحس بلا تيكستور تاع لاباط ديالنا، القوام تاع لاباط. فوالا فوالا بهذا الشكل جيد. فارينا شحال درتي مريم؟ هنا درت حوالي زوج كيسان حتى ثلاثة. هنا يا عين ثلاثة هكذا، هنا عينها هي ميزانها حتى تتلايم العجينة. شوفوا بلا تلايم لي لاباط تاعي. فوالا جيد بهذا الشكل. شوفوا معايا لاباط تاعي راهي روعة. فوالا سي بون وي بيان سور. اذا شوفوا معايا العجينة تاعي مشاهدينا الكرام كيفاش راهي. شوفوا تي خفيفة جينيرالمون تجي بزاف طرية، ما يبسوهاش ما يبسوهاش بيان سور. الكاطو كاع ما يحبوش تيباس. شوفوا معايا كيفاش راهي الطراوة تاعها وكيفاش راهي لاباط تاعي لازم تكون غامولي. هنا نقسمو لاباط تاعنا اون دو. اسمح لي سليمان معليش. جيبوا لا كوبات ديالي حاجه غير خفيفه. شوفوا مشاهدينا اني حضرت تمتم قدامكم، خاصه قيمة قلت لكم لو كان نستعملوا الفلون تاع ذوق الليمون راح يعطيك يديروا دي بودا على شكل مقروط. فوالا مقروط هكذا. نرشو شويه فرينه فوق سطح العمل باش تعطيني هذاك الشكل الممتاز. ما يكثروش بزاف باش ما يبسالش. اوي بيان سور. شوفوا معايا هنا من بعد نشكلوا هذوك المقرطات تاع معنا. شوفوا بهذا الشكل نحطو. نستقبلوا سليمان مكالمه من بيتنا. الو نعم. الو ألو. نعم سيدتي مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلين بك. مرحبا الأخت. مساء الخير. وش راكي لاباس؟ نعم الأخت الكريمة لاباس، راكي مليحة؟ تفضلي راني نسمع فيك. صحة رمضانكم. رمضان مبارك، كل عام وأنتي بألف خير، كل عام وأنتي بألف خير سيدتي. الحمد لله الحمد لله سيدتي الحمد لله. ولله الحمد. وش راهم الناس باتنا؟ الشوية تاعنا وش راهم لاباس؟ لاباس الحمد لله. هاو قريب بدينا الربيع عندكم، كاش براج كاش متقبه؟
الله كاين كاين. سيدتي حابه نشارك في المسابقه. تفضل سليمه نعطي لها. يلا قولي برك مدام من فضلك، ما هما المكونات اللي كنا درناهم في هذيك الصلصه اللي رافقنا بها الصينيه تاع الدجاج تاعنا؟ الو مدام. درنا الدجاج. خلا ماشي الدجاج، ماشي الدجاج، هذيك لاصوص، لاصوص هكذا بالدجاج، هذيك لاصوص اللي درتها لك هكذا في هذيك لو ريسيبيون، في هذيك الاناء واش درت؟ انا شفت مع الاول. يا روحي معليش، واش فيها السنيوة تاعنا مدام؟ درنا البصل. الو. هاني نسمع. نعم نعم انا نسمعوا فيك تفضلي. درنا البصل والزيت. ايه. طوماطيش. بطاطا. صح. والجاج. والجاج والزعيطرة. ولاصوص ما تكتاليا. معليش هيا قعدي معنا دوك يشدوا رقم الهاتف تاعك. شكرا سيدتي وصحة فطورك ومرحبا بك. شكرا شكرا. شوفوا هنايا انا الحبات تاعي درتهم كبارة، شفتي ما كاين اللي يحب يديرهم صغار متوسطين، كل وحدة كيفاه. شوفوا انا الكمية هذه شحال حبة باش واحد يبدا حبة يكملها. فوالا هذا ما كان وحدة متوسطة تكون صغيرة تكفي. لا هادوما الحبات شحال عندنا سليمان؟ ابي بخي الحبه واحد 30 حبه. اي جيد صح صح 30 صح كاين سليمان. اي شكرا. اذا مشاهدينا هادو هما اللي تاعنا جيد، عندنا حوالي قريب هنا يقدروا يخرجوا 30 حبه سليمان، باسكو كي يديروها صغيره انا درتها كبيره. مباشره مشاهدينا كما راكم تشوفوا لو غاتو تاعنا يدخل للفرن على 180 درجه، هنا جوست ينشف لي فقط قدر 150 يطيب. هذا ما فيش قارب ما فيش حاجه كبيره. هنا اللي يحب يديروا بيض، اللي يحب يحمروا على لوغو، كل واحد كيفاه. انا كنت وجدته ديجا سليمان ورايحين نوري لهم كيفاش رايحين نغبروه. كاين زوج طريقات نحب نغبر بها انا الكاطو ديالي. شوف الكاطو تاعي انا راه واجد، نوري لهم حبه كيفاش جات هشيشه وخفيفه. نحو لا فارين حطوها منا. شكرا سليمان. نجيب السنيوة ديالي من هنا نحطها باش نحط، وعندي دو ساك دو كونجيلاسيون. نسمع نمسح لو بلون دو ترافاي دابور باش نبداو. عندي هنايا دو ساك دو كونجيلاسيون مليح. ريحة هذيك الصينية يا سليمان راهي هايلة. هادي رحالة، هادي رحالة، وقيلا نجربها العشية كيما راه هادي لا الومنيوم ديها. لا نطري فيها اليوم. نجرب نحب نجربها تمتم طريق بعيدة شوية. شكرا سليمة. طول عمرك. والله غير راهي الريحة واش نحكي لكم مشاهدينا، يعني لازم تجربوا الوصفة هذه جد ورائعة. شكرا. نزيدوا هذاك الدوزيام باكي. إذا مشاهدينا هنا واش عندي؟ عندي سكر ناعم منتوجات مهدي، رايحين نسكروا به، رايحين تشوفوا الشكل تاعو. عندنا دو باكي نحطوهم لهيك. شكرا سليمان. ديروا نص نص يا اخي، معليش روح دير هكذا باش نقدر ندخل الحبه ديالي هكا. كاين بزاف سليمان الناس اللي عندهم حساسيه تاع السكر الناعم، انا وحده منهم على بالك، ما نقدرش نمس ما نقدرش نشد سكر كلاص، الحمي يتزغب بالك كما يقولوا. اذا عندنا دو تكنيك هنايا، نجيبوا المزهر لا تكنيك تاع مزهر، وكاينه يا نوتخ تكنيك كي نخرجوا من الفرن مباشره نديروا هكاك ساخن لداخل السكر الناعم تاعو، راح يرفد لي السكر وراح يجيني رائع. هنايا نوري لهم حبيبات، نستقبلوا مكالمه سليمان. يلا توجد مكالمه. السلام عليكم. الو. عليكم السلام سيدي الله. واش راكي مدام؟ صافا لاباس؟ صحه رمضانك؟ لاباس الحمد لله، كيفاش بخير؟ واش راكي مع الصحه؟ لاباس. منين راكي تصلي بينا مدام فضلك؟ من عين دفلة. عين دفلة، الله يبارك ما شاء الله عليك. يلا قولي لي برك باش تشاركي معنا برك في الحصة تاع اليوم فضلك، ما هما المكونات اللي قلت درتهم في هذيك الصوص اللي درتها في الصينية تاعنا اللي هي في الفرن؟ درت في ذاك الغوسيسيون درت مغرب فارينا، ودرت فارينا صوص الطماطم تاع العلبة. مدام فضلك دقيقة فضلك. صوص الطماطم. واش قلتي لي هذا؟ ماش سمع فيك مليح انا. وملح وفلفل الكحل. اها. ايه هو هذه التوابل.
يا الله مريم وش رايك؟ وفي السيما درت الفصل وطبقه تاع البطاطا وطبقه تاع طماطم طماطم شرائح ودرت قطعه تاع الدجاج. لازم تجربيها انت كي حفظتيها. هذه راح تجربها اكيد. شكرا سيداتي، يلا باذن الله غاتكوني ان شاء الله مع الفائزين اللي ربحوا معنا اليوم ان شاء الله في التراش تاعي. يلا قعدي برك معنا ما تكوبيش، من فضلك صحه فطورك باش يشدوا المعلومات الخاصين بك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيدتي. اذا هنا التسكيره رقم واحد، شوفوا معايا تبعوا معايا هنا مليح، لازم تجي هكا باسكو بوسو ملا تمسو ما يتسكرش كيما تشارك المسكر. كيفاش يتسكر؟ تسكر بهذه الطريقة راني نديرها أنا، يعني ما نخليش يرفد بزاف السكر. شكرا رانيا، راني معاك ماما، أنا ما نطولكش ما تقلقيش روحك. فوالا شوف ما قدرتش. فوالا بهذا الشكل. شكرا سليمان، نزيدوا هاد الحبة. سيبو دعا تكسر كش حبة الداخل. بالك سليمان هادي جهاتي. يا روحي هادو ما فيني يوم. هيا شكرا. نبادي كازي دي رمي هاديك. كاينة اون بتيت باسوا صغيرة. متشكش حنوك نشوف. خلاص هنا ما كاش بالك في القجر، راهي في القجر سليمان. على شكرا هذيك هي. هذيك هي مليحة. مليحة؟ إي ميرسي بوكو هايلة. شوفوا معايا مشاهدينا، بصوا لا تمسوا تاعنا، لازم نقص لهم كامل هذاك. السكر زيادة. فوالا بهذا الشكل. فوالا بهذا الشكل. يزيد لهم لافينيسيون بصفايه. بصفايه ديكور كل واحد كيفاش يديكوريه. نحي لهم كامل هذاك السكر الزياده بهذا الشكل. فوالا اثنين. نزيدو نذكروا برك المقادير، حطيت 250 غرام تاع المارغارين، نص باكي تاع فلان فاني، نص كاس تاع السكر الناعم، ضفنا 4 صفار البيض، قريصة ملح فكرك فيها، فوالا قرصة ملح، لافاني، مبشور الليمون، درنا 4 ملاعق تاع مايزينا، وثلث ملاعق تاع السكر الناعم من منتوجات مهدي، لافاني من منتوجات المرجان، مبشور الليمون. شوفوا معايا هذوك الحبات ديالي كيفاش جا الشكل ديالهم. هنا واش ندير، راح نجيب هذيك لو باسوار تاعي. شوفوا معايا مشاهدينا، وراح نعاود نسوبودري هذاك السكر تاعي الناعم من الفوق بهذا الشكل. فوالا بهذا الشكل، شوفوا لي الشكل تاعهم الرائع. راح نقسم لكم حبه ورايحين تشوفوها هنا قدامي، لكن كيش راح نقسمها؟ راح نقسمها بهاد الطريقه. شوفوا معايا بوسو لا تمسو ديالي الشكل تاعو كيفاش جاني الطري وجاني رائع. شوفوا جا يدوب. الوغ سيدتي اخدميه غير بالعقل. اذا هذه هي وصفتنا تاع الكاتو تاع نهار اليوم بوسو لا تمسو. سليمان عندك كلمة ولا نخرجوا؟ سيبو نروحوا فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونرجعوا لكم باش نحط لكم الوصفات تاع اليوم. يلا مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم. بالنسبة للوصفات تاع اليوم كانوا عبارة عن هذه الصينية اللي كنا درناها لكم بالبطاطا وشوية تاع الخضرة زدناها مع تاع الدجاج، هذوك جا بزاف بنين. ومريم تانيك جابت لنا هذاك البوسولة تمسو. شوفوا معايا هنا ليكيب، شفتوا بلي في بريوده خفيفه طاب الدجاج تاعي. شوف كيفاش جا معسل. الله الله ومشمخ نشي، هذاك اللي يجيكم ناشف وما ينتكلش يجي بزاف شبابه. شوفوا لي هنا جا يدوب في الفم، مام البطاطا تاعي وطابت.
هذا قلت لكم مشاهدينا الكرام، مريم تدي ولا ما تديش ولا ندي انا؟ بيان سور نقسموها سيدي. شوفوا لي انا حبيتكم تشوفوا لي برك باللي هذيك المرقه ما جاتنيش شرورو، هذيك لاصوص تاعي ما جاتنيش غير ما زيت ولا جات بزاف شابه محقده، راح تجيكم روعه مع عصره تاع القارص هكذا. سليمان ماشي وقتك دوك. وبصحتكم. شكرا. يلا مشاهدينا الوصفه تاع اليوم اللي كنا اخترناها لكم كومان كاتو تاع العيد اللي هي الكاتو تاع بوسوله مسو، الشكل النهائي بعد التزيين جد رائع، خرج بزاف الشباب. نعاود نوري لكم فقط حبه بعد ما شربت بيان سور، راحين نوريها لكم وتشوفوا الشكل تاعها بعد ما نقسموها. الله الله، شوفوا معايا مشاهدينا فوالا غيلة السعدات يا خي، فوالا هذا هو بوسو لا تمسو ديالنا، لازم يجي يذوب بهاد الطريقة. يلا ونختم انايا الحلقه ديالي بهاد لو موندور، شربت لو موندور جد رائعه، راهي متوجده في الاسواق. انا نقول لكم تبقاو على خير. سليمان سيركيلاسيون هبطوها بمسعد صودا مخيط. يلا نسهلوا على عمليه الهضم مشروبات مسعد صودا. يلا مع السلامه مشاهدينا الكرام، صحه فطوركم وغدا في الملتقى ان شاء الله. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ماكويزين. قدم لكم هذا البرنامج برعاية لاتين البنينة هي اللي تهنين. هذا البرنامج قدم لكم برعاية إليغانس بلوس، ديسكافر ذا بيست لكجري كوكا كولكشن، ماكس ستوف، ماكس دو كاليتي، ماكس دو كونفور.